بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الإخوات والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني الترحيب بكم جميعا في الحفل الافتتاحي لمؤتمر قطر لريادة الأعمال رواد قطر 2020، جزء من مجتمع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. كما يسعدني أن أرحب بالضيوف والحضور الكرام في النسخة السادسة من مؤتمر رواد قطر، والنسخة الافتراضية الأولى تحت شعار الاستدامة في الأعمال، تأثيري على بلادي واقتصادي. وتقدم بالشكر إلى رعاة رواد قطر 2020 في المؤتمر هذا العام برعاية استراتيجية من جهاز قطر للاستثمار، وكل من بنك قطر الوطني والمجلس الوطني للسياحة كراعيين بلاتينيين، وشركة أوريدو كراع ذهبي وشراكة فخرية مع غرفة قطر، بالإضافة إلى قائمة من شركاء الوطنيين من شتى القطاعات. السيدات والسادة، يسعدني أن أطلب من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن يتفضل بإلقاء الكلمة الافتتاحية لمؤتمر رواد قطر 2020، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الإخوات والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعايته الكريمة لمؤتمر قطر لريادة الأعمال، ويسرني أن أرحب فيكم جميعا وأعبر عن سعادتي بافتتاح النسخة السادسة من مؤتمر قطر لريادة الأعمال رواد قطر 2020، والتي تعتبر منصة متميزة تهدف إلى تعزيز مشاركة رواد الأعمال في صناعة مستقبل اقتصادنا الوطني. وتعد دولة قطر بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة من أبرز الدول الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة والحاضنة لريادة الأعمال، حيث حلت بلادنا في المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في مؤشر بيئة ريادة الأعمال، وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019. واليوم ومن خلال هذا المنبر نؤكد عزمنا على مواصلة هذه النجاحات والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الوطنيين والدوليين على ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز متميز لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة والعالم. الحضور الكريم، لا يخفى عليكم الأثر الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي خلفته جائحة فيروس كورونا على كافة دول العالم دون استثناء، إلى أن بلادنا بضوء الرؤية الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أثبتت قدرته على التعامل مع أحد أصعب التحديات التي عرفها الإنسان في تاريخه المعاصر، وذلك عبر انتهاج استراتيجية مرنة وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها، ووجهت جزءا هاما من مبادراتها للحفاظ على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومتابعة حثيثة وإشراف من قبل معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم إطلاق برنامج الضمانات الوطني كجزء من حزمة دعم القطاع الخاص التي اشتملت على 75 مليار ريال قطري، وتم بدء تنفيذ البرنامج بتخصيص 3 مليار ريال قطري في مرحلة أولى، ثم تم مؤخرا رفع قيمته إلى نحو 5 مليار ريال قطري، وذلك لمساعدة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على المحافظة على استمرارية أعمالها والصمود خلال الأزمة الراهنة. كما عملت وزارة التجارة والصناعة على تطوير البنية التحتية الإلكترونية لخدماتها وتحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتم في هذا الإطار حصر إجراءات تقديم طلبات تأسيس الشركات لتكون بشكل إلكتروني فقط، وذلك عبر بوابة النافذة الواحدة، وتم بموجب هذه المبادرة الاستغناء عن المعاملات الورقية لطلبات التأسيس الجديدة وإتاحتها إلكترونيا للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية. كما حرصنا على توطيد التعاون والتنسيق المشترك
مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية، وذلك بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الإلكترونية الذكية للنافذة الواحدة. وفي خطوة تهدف إلى تشجيع صغار المستثمرين على المساهمة في مسيرة دولة قطر نحو تحقيق اكتفاء ذاتي وتنويع اقتصادها الوطني، أطلقت الوزارة مبادرة أرض وقرض صناعي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وذلك لتمكين المستثمرين من الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عبر نفس الطلب الذي تم تقديمه للأرض الصناعية. هذا والعمل متواصل على رفع كافة التحديات التي من شأنها أن تواجه مختلف مكونات القطاع الخاص، ولا سيما ريادة الأعمال ودعمها في مرحلة التعافي الاقتصادي من الجائحة. وتوجيها نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والقائمة على التكنولوجيا والبحث العلمي والتطوير بكونها تعتبر قاطرة اقتصادنا الوطني نحو تحقيق الرؤية المستقبلية لقطر 2030. الحضور الكريم، إننا على ثقة من أن خبرات المشاركين في هذه النسخة الافتراضية الأولى من رواد قطر 2020 ستسهم ليس فقط بتحقيق النجاح الذي شهده المؤتمر خلال السنوات الماضية، وإنما أيضا ستكون محفزا لرواد الأعمال الشباب على مزيد من الإبداع والابتكار. وفي الختام، لا يفوتنا أن نجدد التأكيد على حرصنا على تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص وتهيئة كافة السبل له للمشاركة بفعالية في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة لدولة قطر. معربين في هذا المقام على شكرنا وتقديرنا لبنك قطر للتنمية وكافة المشاركين في تنظيم هذه المبادرة الوطنية الهامة على احتضان ابتكارات وأفكار ومشاريع رواد الأعمال وتوفير المنصة الملائمة لهم لتبادل المعرفة والخبرات في المجالات التي تدعم قوة اقتصادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة الوزير علي بن أحمد الكواري، وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة بنك قطر التنمية على كلمته. أما الآن فسنشاهد سويا فيديو قصير عن مؤتمر قطر لريادة الأعمال لعام 2020، تعرف من خلاله وعبر حولة قصيرة على أبرز ملامح مبادرة هذا العام. يعتبر مؤتمر رواد قطر لريادة الأعمال مبادرة متميزة ننظمها في بنك قطر للتنمية بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Week. نهدف من خلال هذه المبادرة إلى إثراء مناخ ريادة الأعمال في دولة قطر وتحفيز رواد الأعمال على استكشاف آفاق جديدة لشركاتهم الصغيرة والمتوسطة ومشاريعهم الريادية. تتميز صراحة كل نسخة من نسخ رواد بشعار معين يلخص روح الفعالية، وشعارنا في رواد 2020 هو الاستدامة، سواء ريادة أعمال مستدامة من خلال تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال الطموحين لتحقيق أحلامهم، أو من خلال بناء مشاريع مستدامة من فتح آفاق جديدة أمامهم، أو صناعة عقلية مستدامة عبر الاستفادة من خبرات ومعارف أهل الاختصاص، أو استشراف مستقبل ريادة الأعمال ومساراتها. كما سنكرم في هذه النسخة الفائزين في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال الفكرة 2020 والفائزين في جائزة تحويل التحديات إلى فرص. يخدم المؤتمر الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية
في دعم وتشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين بهدف تعزيز ثقافة وفكر المبادرة والعمل الحر ونشرها في المجتمع، وهذا بدوره يخدم جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الأعمال، وكلها تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. إضافة إلى أن الظرف الحالي يتطلب حلول اقتصادية إبداعية وابتكارية، وهذا مكون أساسي من مكونات هذا المنتج. لا شك بأن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على جميع مناحي الحياة، لكنها لم تثني عزيمتنا في إقامة فعالية هذا العام عبر الوساطة التكنولوجية، بل استغلينا الفرصة لنرسل رسالة قوية عن ضرورة تحويل التحديات لفرص وأهمية الاستدامة في الأعمال بغض النظر عن الظروف المحيطة التي نمر بها. فالحياة لا تتوقف، والبقاء فيها للأكثر قدرة على التكيف. رواد 2020 هو المنصة المناسبة لرواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقاء بعضهم البعض والاستفادة ومعرفة ما هي الفرص المتاحة وكيفية تحويل التحديات إلى فرص ومناقشة الهموم المشتركة والخروج بالحلول الناجعة. أتمنى للجميع الاستمتاع بفعاليات رواد 2020 والاستفادة منها كذلك. كل التوفيق. الحضور والمتابعون الكرام، استمراراً على روح مؤتمر رواد قطر وعطفاً على الاحتفاء برواد الأعمال وبإنجازاتهم، سنقوم هذا العام بتكريم الفائزين من مبدعين ومبدعات في جائزتين، ونبدأ بالجائزة المسابقة الوطنية لريادة الأعمال الفكرة 2020 في نسختها السابعة. هذه المسابقة هي منافسة تعليمية مخصصة للشركات الناشئة لرواد الأعمال في قطر، تمكن المشاركين فيها على تطوير الأفكار وتطوير في مشاريعهم والعمل على تعويض هذه الأفكار إلى مشاريع تجارية ناجحة ذات قيمة مضافة. والآن يسعدنا أن نعلن عن أسماء الفائزين في الفئات الثلاث للجائزة، ونبدأ مع الفئة الأولى وهي فئة التحديات، وتشمل القطاع الرقمي وقطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم والقطاع الصناعي. اسمي حاد العذبة، أعمل كمهندس في قطاع الطاقة. تسببت جائحة كورونا بفصل ملايين الموظفين من أعمالهم، وأصبحت الشركات مضطرة إلى تقليل التكاليف من خلال تقليل الموظفين، ولكن أدى ذلك إلى فقدان سنوات من الخبرة المتراكمة والتي كانت هذه الشركات بحاجتها. فجاءت الحاجة إلى إيجاد وسيلة للربط بين هذه الشركات وذوي الخبرة. أرايفا ستكون أول منصة رقمية للعمل الجماعي مدعمة بالذكاء الاصطناعي، ليتمكن أصحاب الشركات وذوي الخبرة العمل معا على تطوير وتسليم مختلف المشاريع عن بعد. الذي يميز أرايفا أنها ستكون أول منصة رقمية للعمل على المشاريع ذات تخصصات مختلفة، حيث سيقوم مهندس المشاريع باختيار فريق العمل على حسب حاجة المشروع ورغبة العميل. سعيد حمد المري، صاحب فكرة تشطيب. فكرتي عبارة عن منصة إلكترونية تجمع المعارض والمحال التجارية المختصة ببيع أدوات البناء لعرض وبيع منتجاتهم من خلال التطبيق، بحيث يصبح التطبيق هو المنصة لبيع مواد البناء. يتم استخدام المنصة من قبل كل المستفيدين من قطاع البناء من الأفراد والشركات والمقاولين كافة. الذي يميز الفكرة هي سهولة إيجاد وشراء المنتجات الخاصة بالمنازل ضمن خيارات كثيرة وعلامات تجارية متنوعة،
ذلك بالإضافة إلى جودة المنتجات الموجودة في المنصة، مما سيساعد الأفراد والشركات على الحصول على منتجاتهم في وقت قياسي وأسعار تنافسية، وسيساعد التجار على الحصول على منصة إلكترونية تسويقية لمنتجاتهم. اسمي هابس محمد حويل، المؤسس لمنصة ثوت سكوير، وهي منصة تطبق نموذج الذكاء الجماعي واللي يجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي بهدف إعادة صياغة التحديات وإعادة تصميم الحلول للتحديات العالمية الكبرى. منصتنا وجدت من أجل خلق عملية الابتكار المفتوح، واللي تتيح الأكبر قدر من الأشخاص حول العالم في مشاركة أفكارهم لمواجهة التحديات العالمية الكبرى. واللي يميز منصتنا عن غيرها من المنصات عالمياً أنها طبقت أو استخدمت نموذج الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والبلوكتشين في عملية تيسير إنتاج الأفكار وصياغة الحلول. اسمي هابس محمد حويل، المؤسس لمنصة ثوت سكوير، وهي منصة تطبق نموذج الذكاء الجماعي واللي يجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي بهدف إعادة صياغة التحديات وإعادة تصميم الحلول للتحديات العالمية الكبرى. منصتنا وجدت من أجل خلق عملية الابتكار المفتوح، واللي تتيح الأكبر قدر من الأشخاص حول العالم في مشاركة أفكارهم لمواجهة التحديات العالمية الكبرى. واللي يميز منصتنا عن غيرها من المنصات عالمياً أنها طبقت أو استخدمت نموذج الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والبلوكتشين في عملية تيسير إنتاج الأفكار وصياغة الحلول. وننتقل للفئة الثانية، وهي فئة ستارتاب، وتندرج تحت كل القطاعات ولا تشمل قطاع الأغذية والمشروبات. الفيديوهات من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى. معكم فاطمة الإبراهيم، أحد أعضاء فريق مشروع سونها، والذي تم بلورته مع شريكتي بالفكرة عائشة عبد الرزاق. يعتبر سونها أول تطبيق قطري يعنى بتعزيز اهتمام مستدام بالبيئة عن طريق الإدارة الذكية للنفايات، ويهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على أهمية تقليل وإعادة استخدام النفايات وتدويرها، وتعزيز هذا المبدأ من منظور المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة. يسمح التطبيق للمستخدم بالتبرع بالنفايات القابلة للتدوير مثل الورق، الزجاج، بلاستيك، الإلكترونيات وبقايا الطعام، والتي يتم إنتاجها منزلياً عوضاً عن رميها بطريقة عشوائية في المهملات. ويعتبر هذا التطبيق بمثابة الوسيط بين المجتمع والمصانع المستفيدة من المخلفات القابلة للتدوير. السلام عليكم، اسمي حسن عبد الرحمن العمادي، صاحب فكرة فيكانك. فيكانك هو عبارة عن تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية، وهو عبارة عن حلقة وصل بين ملاك السيارات والجراجات الموجودة في الدولة. مثلا لا سمح الله صار لأحد حادث أو اختربت سيارته، فمو بعرف وين يروح بالضبط. مجرد يدخل الابليكيشن يكتب المشكلة اللي واجهته في السيارة، وينتظر رد من إن شاء الله من جراجات اللي موجودة. اللي يميز الفكرة عن بقية الأفكار إنها فكرة فريدة من نوعها، فإحنا إن شاء الله جبناها طريقة مبسطة تعجبكم وسهلة لكم، وإن شاء الله تحل كل مشاكلكم من ناحية السيارات. تعريف فكرتي هي باختصار نظام يساعد حكام كرة القدم في كشف حالات التسلل عن طريق شريحة تثبت على اللاعبين والكرة لكشف مواضعهم أول بأول أثناء المباراة، وراح يتم توضيح هذه التحركات للحكم المساعد عبر الشاشة. في حال وجود أي حالة تسلل راح يوصل تنبيه مباشر لحكم الساحة عبر الساعة ينبه بأن الحالة هذه تسلل، فيقدر يتخذ قراره بدقة عالية جدا بدون ما يرجع للفار أو الحكام المساعدين.
وإن شاء الله إنه يكون الدقة عالية جدا بحيث نتفادى هذه اللقطات التحكيمية. وننتقل إلى الفئة الثالثة والأخيرة وهي فئة مشروعي الخاصة بالفرق المكونة من المنتسبين للجامعات، ويتم تشريحهم ليكونوا ممثلين لجامعتهم للتنافس باسمها في المسابقة. السلام عليكم، اسمي نور راشد الملا، طالبة قطرية خريجة دبلوم ماركتينج، وقاعد أكمل دراستي الجامعية حالياً. أنا بارت من كروب مكون من نفسي، هبة الله غوشة، وإبراهيم الصليطي، اللي اشتغلنا على إيكوفنت. إيكوفنت هي فكرتنا، والفكرة عبارة عن ماكينة إعادة التدوير والتطبيق مالها. الفكرة تكمن في نظام المكافآت اللي راح تقدمه الشركة مقابل كل مرة يتم إعادة التدوير. شنو اللي يميز فكرتنا؟ اللي يميز فكرتنا عن بقية الأفكار أن فكرتنا تنطبق على رؤية قطر 2030. إحنا حابين نطور قطر ونعود المجتمع القطري على إعادة التدوير عشان نقدر نساهم في تطوير قطر وبيئتها. نظام المكافآت راح يحفز ويكيف المجتمع على إعادة التدوير. باختصار اللي يميز مشروعنا عن الباقي هو أن مشروعنا راح يكون سهل، توعوي، مساعد للبيئة، وذو نظام مكافآت تحفيزي. أنا اسمي علي المعضيد، طالب في جامعة كارنيجي ميلون. فكرتي هي إنتاج سبائك معدنية متخصصة بتكنولوجيا عالية ودقيقة. هذه السبائك تستخدم لصناعات متخصصة مثل المعدات التي تستخدم في النفط والغاز، بالإضافة إلى بعض قطع غيار السيارات. أهم ما يميز الفكرة هي أنها صديقة للبيئة، وتقوم بإعادة تدوير المعادن التي تم استخدامها سابقاً، مما يجعل للفكرة أثر إيجابي على البيئة القطرية. الميزة الثانية للمشروع هي أنها صناعة متطورة ودقيقة، مما سيساعد على قيام العديد من الشركات الأخرى المتعلقة بهذا المجال. ألف مبروك للفائزين على هذا الاستحقاق، ونتمنى لهم وافر النجاح والتفوق في قادم رحلاتهم في عالم ريادة الأعمال. الأخوات والأخوة الكرام، ننتقل الآن للإعلان عن الفائزين في جائزة تحويل التحديات إلى فرص. طبعاً جائحة كورونا إجت جداً مفاجئة للناس كلها، ما كان حد يتوقعها. أنا في مجال عمل قديم اللي كطيار، واكبت السارز والبيرد فلو، فكنت أعرف شو الإجراءات اللي كانت تأخذونها، الإجراءات الاحتياطية في المطارات وفي الفنادق. نحن في المصنع القطري الألماني طبعاً أخذنا كثير من الاحترازات، فمن أول أيام فصلنا بين العمال، خصصنا طابق كامل إذا كان حد حس بأي أعراض سيدا نأزله في الجناح. هذا موضوع أن المواد الخام موجودة في المصنع. نحن كانت استراتيجيتنا أن نكون عندنا الاكتفاء الذاتي للمصنع لمدة على الأقل 6 أشهر إنتاجية. هذا ساعدنا جدا أن نستمر من غير أي إصابة. إلى اليوم الحمد لله إحنا ما عندنا ولا إصابة واحدة. دائما في
العواصف الاقتصادية مهم جدا انك تكون عندك سرعة لتطوير نموذج عملك. ولله الحمد حنا نموذج سنون تطور بشكل كبير، حولنا التجارة من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية، بينما التفاصيل الصغيرة هناك الكثير من الحلول. على سبيل المثال الأسطول الذي ملكناه خلال الفترة هذه فعليا أخذناه من شركات تكاسي خسرانة. موظفين الفلفلمنت أو الموظفين الذين يتواجدون في الجمعيات ويجهزون الطلبيات من شركات خسرانة. فعندي 6-7 مشاكل جمعتهم كلهم وطلع حل جميل يعني، والكل ربح والله الحمد. فهذه الاستراتيجية أنا أسميها الوين-وين سيتويشن استراتيجية. الجائزة التي استهدفها بنك قطر للتنمية للشركات الأفضل أداء في التعامل مع تبعات جائحة كورونا الجديد، بل واستطاع جل هذه التحدي العالمي الصعب فرصة للإبداع والتميز عبر مرونة استراتيجية وتوافق ابتكاري. تهانينا طبعا للفائزين على هذا الإنجاز الكبير، ونتمنى لهم المزيد من النجاحات والإنجازات. الحضور الكريم جريا على عاداتنا في مؤتمر قطر لريادة الأعمال بتقديم مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية وورش العمل والدورات الثرية. سنقوم هذا العام بتقديم 6 جلسات نقاشية يقدمها 3 من خبراء وأهل الاختصاص في مجال ريادة الأعمال، وما يقارب من 30 ورشة عمل تتناول مختلف المهارات الريادية والأفكار الابتكارية، بمشاركة أكثر من 45 متحدث من خبراء الصناعة والمتخصصين في شتى المجالات. نتمنى لكم مؤتمر موفقاً، والآن نترككم مع الجلسة النقاشية الافتتاحية المميزة للمؤتمر بالتنسيق مع جامعة تكساس A&M في قطر عن سبل التعاون بين الأكاديمية والصناعة لدعم مناخ الابتكار وريادة الأعمال في قطر. وشكراً جزيلاً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.